هاد الدراري هادو هاد الدراري استاذ كانوا كيترينيو عندنا في المدرسه ديالنا وكنتفاجئوا واحد الساعه تجاو حيدوا لنا الطابين من التيران وخلاو الدراري متفردين ما عندهم فين يلعبوا ولا فين يخوضوا داك الفضاء ديالهم. انا كنطلب من ولاد الدرب غلف الغيورين انا درب غلف واللي ولاد الدرب غلف قح كنتمنى من الله يديروا يد في يد ويحاولوا ينقذوا هاد الوليدات حيت هاد الوليدات كيبان لي المصير ديالهم بسام ساكن. الانسان اللعابه ولاو دراري صغار باقيين ولاو كيديروا داك الشيء ديال السيليسون داك الشيء ديال الحشيش داك الشيء ديال القرقوبي. انا كنتمنى وكنعاون نقولها ونعاون نقولها من الساكنه ديال ولاد الدرب غلف اللي ولاد دبغى لفقح راه هذا عار هذا عار السبب في خطر. كنتمنى منكم ديروا يد في يد ونحاولوا ننقذوا الوليدات هادو ما عندهم فين يلعبوا. اخويا الدراري ما بقاو فين يلعبوا ولاو كيدوروا في الزناقي وكيشوفوا دوك تحب الاطراد ديال الوداد وديال هذا يعني فقدوا فين يتريني ولا فين يلعبوا مابقاش عندهم مساكن فين يلعبوا ولا فين يتريني. كيمشيو حتى للعنق مثلا كيمشيو حتى للعنق ولا كيمشيو لشي بلاصه فين يلعبوا. انا كنتفاجئ الباطي مات الباطي ما هي حدانا في التيرانات التيران كينسك في التيران فيها النافوره فيها هذه فيها هذه. الفرق ما بين الباطيمه والفرق ما بين درب غلف. انا كنتمنى من المسؤولين ديال ولاد درب غلف يديروا يد في يد ويحاولوا ينقذوا السبيبة. عطات رياضيين مثل الاستاذ صلاح الدين باصير مثل الاستاذ شوكري بيتو واحد العداد واحد العدد ديال اللعابه واحد العدد ديال المؤطرين. الله يرحم لكم الوالدين. اللي كنقول نعاود ونعاود نقولها كنقول لكم ديروا يد في يد ونقذوا هاد الوليدات هادو مساكن. انا حليت عيني في هاد الدار السابع منذ ديال 34 عام منذ تقريبا قد هاد الوليدات هادو. وانا في ليكول سبور من هاد المنبر كنرحم واحد الاستاذ هو الحاج عبد القادر العجبه واحد العدد ديال الاساتذه. انا كنتمنى الاولاد درب غلف وكنقولها ونعاود نقولها يديروا يد في يد ويحاولوا نقذوا هاد الوليدات هادو. هاد التيران هذا نيت هاد التيران لعبت فيه وتربيت فيه وترعرعت فيه. انا بغيت نقول لكم وليت استاذ كذلك در الرياضه مع الرابطه البيضاويه وكانوا عندي هاد الوليدات هما كاملين مده 12 عام وانا خدام بهم. كنت فاجئ واحد النهار قالوا لنا التيران يتسد باش يتصوب. هادو جاو عندنا مستشارين ورئيس جماعه وهي مقاطعه المعارف جاو عندنا كاملين قالوا لنا بان التيران غنصوبوا لكم يولي فضاء رافع من احسن التيرانات. قلنا لهم ماشي مشكل سدوا التيران تشردوا الدراري خرجوا للزنقه. بقاو في هذا الشيء ديال الدراسه ومع الدخول ديال الوباء بقاو مريحين الوليدات من المدرسه كيشوفوا الاجرام اللي كان في درب غلف. وحق الله ما يعيش فيه واحد وساكنه درب غلف راه خصنا نعتقوهم. كنشوفوا الالتراد ديال الراجل وديال الوداد ولاو يديروا كمامات وكيهزوا السلاح حاد وكيتضاربوا بيناتهم. ووليداتنا هادو كاملين الصغار اللي براءه كيتفرجوا فيهم وكيشوفوا. وكاينين عندنا السيليسيون جابوهم ولاد قنيطره دخلوهم. وكاين واحد المسؤول هنا سميتو من السكنه ديال درب غلف وهو مع الاسره والمعاصره كيخدم هو اللي جا كان عطاه شي دعم ديال الدوله. قالوا لي تحيد الشنكاره من كاين الوباء دخلهم في الشبيبه. جا دخلهم للشبيبه وشاد الدعم. كنت فاجئ وجا شهر خرجوا من الزنقه تشردوا ولا ولادنا كيشوفوهم كيشدوا الميكا قدامنا وما نقدوش ناديهم. علاش؟ حتى هما مغاربه. ولكن المشكل الكبير اللي عندنا ديال هاد الوليدات كانوا ملاهين في هاد التيران قسما بالله. كان الدري كيتريني كيمشي لدارهم تيحفظ كياكل مدكدك كينعس كيفيق المدرسه. ملي سدوا عليه التيران ولينا كنشوفوا الدري صغير. هاد الاطفال كيدوروا حتى لجوج الليل اسيدي وسببهم هما المسؤولين جماعه المعارف هما سبب هاد الاطفال. شردوهم شردوا لنا الابناء ديالنا شردوا لنا بزاف د الحوايج. ولا عندنا الاجرام ولا عندنا حشاك شي حوايج ولادنا ما خصهمش يشوفوهم. علاش؟ هما هاد المستشارين نقول نسولهم واش شي واحد فيهم ولد درب غلف كيقري ولادنا في درب غلف او كيلعب ولادو معنا في هاد الشبيبه او كيعاوننا ما تيعاونوناش. هو ولدو كيدير شي مسبح رافع وكيدير شي تيران ديال التنس رافح كيلعب هو البنيه ديالو وولدو كيدير بيسين كيتريني وكيقريه في مدرسه بريفي. ولكن شوف ولادنا متشردين كيقراو في مدرسه المخزن. سدوا علينا المدرسه الاولى اللي هي سميتها الحطيئه عاود دابا غادي يسدوا لينا شي مدرسه اخرى. ولادنا داروا ثلاثه في طاويله غنتفاجئوا سيدي. خاصنا نحاربوا هذا الفساد الناس وساكنه درب غلف. خاصنا نوضوا نكونوا رجال. الا ما وقفناش رجال وتحلينا هذا الفضاء ديال درب غلف راه غادي يمشي لينا غادي يولي غدا ولا بعد غدا غادي يولي موبلات او بنكات غيولي مشروع غيولي مشروع لهاد المستشارين. هاد الكارثه داروها ليه جماعة المعارف مقاطعة المعارف
هو رئيس الجماعه جا قال لنا بانه غادي يصلحوا التيران هو الحزب ديالو وماشي احزاب تما في المؤطره. قلنا ما كاين مشكل يسدوا التيران يصلحوا ولاد الوليدات غادي ينفعونا حتى حنا والدين الاولاد. ولكن قلت لك كنتفاجئوا دابا خمس سنين ما عرفنا حتى شي قرار على التيران واش فاش غيخرج، واش غيتبنى موبلات، واش غيرجع فضاء رياضي للوليدات، واش عاوتاني غنشوفوا وليداتنا بحال هكا ولا ما نبقاوش نشوفوهم في هذه الاحلام اللي كنا كنشوفوا فيهم. قسما بالله اخو وسكر نضرب غلف، فكروا على وليداتكم ما تفكروش اللي وصلنا حنا فينا كبرنا، وليداتنا في خطر، وليداتنا غيتهمشوا، وليداتنا غادي يخرجوا للطريق وغادي يوليو اكبر مجرمين. اللهم نكونوا رجال ونتحزموا مع هذه الاحزاب ونثبطوهم، يا اما يخدموا معنا يا اما حنا بغينا واحد اللي يخدم معنا يكون صالح يخدم السكينه ما يخدمش مصلحته ومصلحه والديه.